أعزائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وقفة مع السلوك. اليوم غادي نتكلموا في موضوع جد مهم، ألا هو غياب بعض الآباء عن البيت وتنخليوا الأبناء يا إما لراسهم لذاتهم أنهم تنقلوا بأن فقط الواجب ديالي راه كملته. بالنسبة للأب تيظن أن الواجب ديالو كمل بمجرد أنه يعني جاب الأكل والمشرب وتكلف بالسكن، فتقول بأن الواجب ديالي كأب انتهى هنا، وتيدوز واحد الوقت كبير في المقاهي وفي الأشياء أخرى. فإذا هنا نقول له راك طبعا هذا الموضوع هذا الشيء راه غلط، لأن الواجب ديالك هو أنك تكون مع الأبناء ديالك في جميع المراحل ديالهم، لأنكم كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأم أيضا هي مسؤولة، على أساس أنه فقط الواجب ديالها ماشي فقط غادين راني وكلتهم أو شربتهم إلى آخره، يعني عملت ما لي ونضيع وقت كبير في المحادثات التليفونية أو في مشاهدة المسلسلات إلى آخره أو في الحديث الفارغ. ممكن طبعا نديروا هذا الشيء كله، لكن كل حاجة فوقتها، يعني ماشي حاجة تأخذ من حاجة. الأبناء ديالك ما غاديش يوجدوا أب وأم وحدة أخرين. فإذا نحاسب نفسي ونوقف مع نفسي ونقول شحال الوقت تنديره مع الأبناء ديالي، واش أنا فعلا موجود أو غير موجود. فمادام قررت يوم من الأيام نكون أب أو أم، خاصني نعطي الالتزامات ديالي اللي هي ماشي فقط مادية، وأيضا خاصني نكون مرافقة الأبناء حتى يديموا الأمانة أمانته كما تنقولوا. فما تنسوش الله يخليكم، سلوكك يحدد قدرك.